زي مثلا أبي لطيف جميل لعب مثلا في السعودية، هو ما صنع السيارة ولكن وفر وشجع الكوادر وشجع ووفر الشركات اللي هي تستخدم اللي هي تتاجر في قطاع غيار، وبالتالي وفر البيئة الممتازة عشان ينجح السيارة الواحدة اللي تباع، ورفع يعني الحس السوقي. فقيمة السيارة هي مش قيمتها لما تشتريها، لا هي قيمتها مضروبة في عدد السيارات الموجودة في السوق، هذه هي القيمة الحقيقية للسيارة.